مرحبا واهلا فيكم جوديز. اسمي انا رواد غزال، مدير فرع جوديز كورال بالتحليه. اللي بيميز مطعم جوديز عن غير مطاعم، يعني مثل ما انت شايفه حضرتك، مطعم جوديز مش بس انه مطعم، فيه كل شيء بخص المطعم او بخص الاكل او بخص شو متطلبات السيده او شو متطلبات الرجل. من عنا الملحمة هون، والحمد لله عنا ملحمة كتير قوية بالبلد، شو ما بدك تلاقي فيها. في عنا المسمك كذلك الأمر، شو ما بدك تلاقي فيها، من القريدس، من السمك، من كل شيء بتلاقي فيها. واللي بميز جوديز كمان عنا الريتيل طبعاً. الريتيل هو عبارة عن مثل ما أنت شايفة حدنا، في عنا الزيتون، الأجبان، الألبان، في عنا كل شيء هولي شغل بلدي جاي من لبنان. شيء اكيد عندنا اسم الكعك والبسكويت، في عندنا اهم كمان اسم، كمان عندنا اسم الخضره والفواكه. بفوت الزبون من عندنا بالمطعم، شيء اكيد بالاستقبال الحلو مع البسكويت، وهلا ان شاء الله فيه بشرف المطعم مثل ما انتم شايفين المطعم. بفوت لعنا، اذا بده ياكل عندنا بالمطعم هون ببلش يبر مع الستاندات. في عندنا ستاند المشاوي، بيكون معه كابتن وايتر، ياخذ منه الاوردر فروم اي تو زد، من المشاوي، من الماكولات السخنه اللي هي عباره عن اكل وسترن اوروبي من ايطالي لفرنسي. وفي عندك الاسم اللبناني اللي بيكون بيجي فيه رز خروف محشي، بيجي فيه مغربيه، اللي بيجي فيه مثل ما بيقول الكوسه وورق عنب، يعني كوسه ورق عنب مع كاستلتا او ريش. هذا هون. وفي عندك اكيد اسم الشاورما هون، هذا اسم. واللي مالت ورا في عندك اسم السلطات، عنا انواع سلطات كثير، يعني عنا حوالي 8 9 انواع سلطات، من اوروبيه للتبول المشهوره اللي عنا، يعني ما في اطيب منها. في عنا الفتوش كمان، والحمص المشهور اللي عنا، والبابا غنوج، يعني هول المقبلات البارده. وفي عنا المقبلات السخنه اللي هن سمبوسه لحمه، سمبوسه دجاج، سمبوسه جبنه. في عنا سبانخ، وفي عنا الصفايح البعلبكيه اللي كثير طيبه. بيخلص الزبون من هونيك، اذا بده شيء من السي فود سكشن، في عنا السي فود سكشن كثير طويل عريض، اي طلب بيعملوا لك اياه، من القريدس، من الجمبري، من اللوبسترز، من السمك، بيتنظف عنا كله طازه، بيتنظف عنا، بينشوى على الجريل قدام الزبون كمان، او بينقلع على الفراير كمان قدام الزبون. يعني تقريبا هي هي الكونسيبت. بيقعد الزبون، بياخذ طاوله، بيقعد، بيصلوا الاكل، بينزلوا الجوس، اكيد الفريش جوسز، عنا تشكيله كثير كبيره من الفريش جوسز. والسبيشاليتي تبعنا هو الرمان، يعني هو اكثر شيء مشهور. اذا العالم حييجوا لهون حيسالوا عن الرمان، حيدوقوا، انا اي جارنتي هو يعني البست عنا. بيقعدوا بيطلبوا الجوس، بيخلصوا بياكلوا، بيكون عندنا الميل كثير 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 مثل ما انتم شايفين هون. بيرجع بيطلب الحلو تبعنا، عندنا تشكيله واسعه من الحلو العربي او اللبناني، وعندنا تشكيله واسعه من الحلو الاجنبي، من كيك، من سابلي، من تارت، من شيز كيك، من تروا وشوكولا، كل هالانواع. شو ما بيشتهي الزبون في عندنا. What is good, it's goodies. حسين خالد، اكزيكتيف شيف جوديز كاترينج جدة. المنيو تاعتنا كثير كبيره، فيها فارييشن كثيره، وانا بقول لك شغله واحده، يمكن هي اطول منيو بتلاقيها بجده. يعني بيجي زبون لعنا في عنده كثير شويس كثير، من الاكل اللبناني للفرنسي للتلياني للمأكولات البحريه، كثير كبيره، وباربيكيو كتير كبيرة. نحن عنا فرعين بجدة جوديز، عنا فرع بالستارز افينيو، وعنا فرع الأساسي هو هون بالفراغ. وإن شاء الله بالزمن القريب، يعني بالفيوتشر القريب، حنفتح بالرياض بالتحلية كمان. بدي خبرك شغلة، بيقصدونا زباين من مكة، بيقصدونا زباين من الرياض، بيقصدونا زباين من وين بدك، كرمال الريتيل تبعنا. أنا بحب أشكر سفرتي.com على تشريفهم المطعم عنا، وعلى الشغل الحلو. بحب أشكر الإكيب العمل الكامل تبعنا، وبحب أشكر حضرتك. ويلا خلينا نتغدى، واهلا وسهلا فيكم، وشرفت المطعم.